بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لك: ظروف هالوقت تكشف لك صديقك والرفيق الزين، ولا يعرف رفيقه غير من ناداه في الشدة، وصاحب في المحن تلقاه حطه في سواد العين، وإذا شفته يخوض درب المعارك خوضها بعده، وصاحب تعرف أنه مصلحي دجال أبو وجهين، نصيحة لا تفكر فيه سيبه وتركه وحده، ومن عنك يروح لا تسأله وتقول رايح من وين، ولا تندم على فرقه أو تحسر على فقده، ورسخ ذكرياته في ملف وحط مسمارين، وخله للزمن يتبع غروره وانتسي عهده. ويا مرحبا وحياكم الله. عندنا السيارة هذه شغلتها بسيطة إن شاء الله. طبعا هنا في تهريب بسيط، في شعر هنا تقريبا حاط عليه غرام. طبعا الشعر هذا ما راح يتعالج الا عن طريق المخرطه، انك تفك الراس وتدي المخرطه يعالجونه. فهذا بخليه في الاخير تقريبا. عندنا البوابه كمان راح انظفها، عندنا الحساس حق الهواء راح تنظف ببخاخ الكترونيات، الشكمان طبعا تنظيف نظف الشكمان كمان، وفي عندنا كمان حساس الاي بي اس في الجهه هذه، وفي كمان تهريب زيت في علبة الدركسون التحتية بنشوف ايش وضعها. ويا مرحبا وحياكم الله. طبعا قبل لا تبدأ بأي شيء في السيارة، افصل اصابع البطارية على طول، بعد ما تفصلها ابدأ اشتغل. افصل هذا وهذا. طبعا البوابة وسخة واضح، الهواء حقتها كيف، طبعا من جوا اكيد اوسخ، لازم نفكه وطلعه برا. الحساس هذا اللي هنا ينفك المسمار هذا ويطلع ويتنظف. طبعا راح افك انا البوابة، ما راح انظف على طول لانها حارة، طلعها خليها لحد ما تبرد بعد كذا ننظف. وإذا جيت تنظف انتبه للقطعة هذه، القطعة هذه لا يدخل عليها أي مواد تنظيف نهائيا، القطعة حقت الفيش. شوفوها هذه، افصل الفيش وطلع ونظف، لكن لا يوصل مواد هنا. طبعا البوابة مدمورة، شوف الوسخ اللي فيها قديش. الثلاجة برضا مدمورة، طبعا نتركها تبرد انها حارة، اذا بردت ننظف. طيب الحين ننظف بخاخ سيدالكو، بعد ما ننظف بخاخ سيدالكو ننظف بالبنزين تشطيف في الأخير. هذا نفكه كمان، ننظف الحساس الداخل. طيب نبدأ الآن نطبق البوابة. طبعا نسيت لأصور لكم الثلاجة، كانت وسخة، نظفتها طبعا بقطعة قماش، ما نقدر ننظفها من جوا، ما نقدر، خايف على البلوف، خايف على جلد البلوف، أي مادة تحطها داخل الثلاجة تقطع لك ممكن جلد البلوف، زي الأسيديالكو اللي حطيته في الثلاجة يعدم لك جلد البلوف، فعادي يعني الثلاجة نظامها كذا، السواد اللي يدخل فيها هذا عادي. نظفنا البوابة ركبتها. طبعا اطبقها واغلقها
بعد كذا الحساس حق الهواء لازم يتنظف، راح اوريكم كيف تنظيفه. بعد كذا نبدا بحساس الشكمان، فك حساس الشكمان، نظف حساس الشكمان، افرغ الاسيدالكو في الشكمان، وبعد كذا ابدا في المراحل اللي بعدها. ما راح اشغل الا في النهايه بعد ما اخلص من كل الحساسات. الحين هذا الحساس الهواء يتنظف بخاخ الكترونيات. طبعا الافضل انك ما تفك، تنظفه وراكب، تبعد عنه الهواية. ومن هنا التنظيف طبعا كذا فصلنا السلك، الراكب هنا فصلته. الان راح افك الحساس حق الاكسجين، اذا فكيته راح اتابع بالكاميرا، اشوف الدبة، اشوف الداخلية كيف، ايش المشاكل اللي جوا. طيب نكمل الحين، كان عندي ضيوف عساس كذا تأخرت، راحوا عني الضيوف. الان اكمل هذا الحساس حق الاكسجين، حكيته طبعا بارة تنظيف. الحين نشوف الدبة بالكاميرا، التسخة واضح، فيها اتساخ شوي، بس اثبت الكاميرا. هذا المكان فيه كربون، فيه وساخ، ننظفها الحين. فرغ فيها 2 سيدالكو، نترك الحساس يتنقع، وراح افرغ هنا البتين اسيدالكو. طيب كذا فرغت الاسيدالكو، شبكت الحساس، شبكت اصابع البطارية، كل شيء جاهز. راح ابدا التشغيل الان.